السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير جميعا. صباح جميل ويوم جميل في جنت الـ 16 مع هذه الأجواء السعيدة والأجواء الانسجامية بين عمر هذال وعادل بن هيف، وكذلك مع نمر النقد محمد بن منصور. أولا نصبح الجميع، صباح الخير جميع. صباح الخير عليك وعلى الجميل جدا أبو هذال وعلى الغالي جدا كذلك منصور. يا رب باضي يعطيني الكاميرا، تراني انا ازعل مثل بعض المتسابقين اذا ما جت الكاميرا علي. واصبح بالخير على الساده المشاهدين. يا مرحبا ومسهلا ابو منصور. صبح بالخير على المشاهدين وعلى الجميع وعلى كل من يتابعنا. مرحبا ومسهلا، ومصبح عليك ابو حسام، وصبح على المتابعين الجميلين والمناقدين السبيشال المميزين. عادل قال كلمه وابيك تعطينا الفرق بينها، تحداك. تفضل. متى انت تحب ان تكون جميل جدا ولا غالي جدا في الحياه؟ جميل جدا او غالي جدا؟ لا انا افضل الجمال حبيبي، هذا لانك جميل. يا الله يرفع قدرك، شكرا لك. لا هو لازم تجاوب اصلا. وان تو هذا جميل بين النقاد. وان تو اللي ما حد فهمه الا عمرو صار. مشاهدينا تشوفونا مستعجلين في حتى في التصبيح وفي التمسيه وفي السلام، لان المحاور سريعه وحنا سريعين ايضا مثلها.